مرحبا، معكم ماك دي تك. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة، واليوم رح نحكي عن باوربوينت. بس قبل ما نبلش ما تنسوا سبسكرايب وتشغلوا الجرس ليوصلكم كل جديد اول باول، ولايك او ديسلايك نيناتهم بيمشوا. شو جايب لكم اليوم عن الباوربوينت؟ جايب لكم اليوم عن الباوربوينت شغلة اسمها زوم. زوم مش الابلكيشن تاع الكوميونيكيشن، لا، زوم هيدي شغله موجوده بالباوربوينت وبتخليكم تعملوا انتر اكتيف برزنتيشنز بطريقه كتير كتير حلوه وكتير عمليه. ولا نعمل ديمونستريشن ولا ارجيكم او تو بيجن وذ ذا اند ان مايند لتشوفوا لوين بتاخذكم هيدي الشغله الكتير رائعه والكتير احترافيه من باوربوينت. كل اللي علينا نعمله شوفوا شو بتعمل على سلايد قدامكم، لاحظوا قديش هي انتر اكتيف ولاحظوا قديش هي براكتيكال، والطريقه اللي بينعمل فيها الزوم ان زوم اوت بالبرزنتيشن اتس ريلي ريلي اميزنج. ولنشرحها اكثر ولنوضح كيف فيكم تعملوا انتم هيك برزنتيشنز، يلا على الكمبيوتر لنسويها سوا. بشوفكم على الكمبيوتر. هلا بعد ما ارجيناكم لوين بدنا نوصل وكيف كانت البيجن وذ اند مايند، يعني انتم بدكم تشوفوا لوين بدكم توصلوا باستعمال زوم سلايدز بقلب الباوربوينت، حنستعمل تمبليت موجوده بالزوم سلايدز. هيدي التمبليت العاديه اللي قدامكم اللي في بقلبها هيدي السلايد. ليه ما عم ببلش بهيدي السلايد؟ فحنعمل دوبليكت لهيدي السلايد لثلاثه سلايدز، ومن قلب هالثلاثه سلايدز حنختار وان اوبجكت بضل بكل سلايد حتى نقدر نمشي فيها. وفيكم اذا بدكم نخليهم الثلاثه مثل ما هن موجودين عاده، بس فور ذا سيك اوف ما نضيع وقت حنمحي هيدول ونخلي هاي، وبهيدي حنمحي اللي فوق واللي تحت ونخلي اللي بالنص، وهي بس عشان الديمونستريشن بيربز مش اكتر. سو نجي ونشيل هون، حنغير شوي الكولرز بسمارت ارت اوبجكت، فحاجي غير الكولر ليصير الكولر تاع هيدي هيك، والكولر تاع هاي كمان حغيره ليصير different عن الأحمر اللي فوق لحتى يساعدنا visually نقدر نميز بين هاي وهاي. So وهيك صار عنا نحنا different colors بالسلايد. كل اللي عليكم تجوا لهون وبتعملوا insert new slide واختاروا blank slide، ما بدنا سلايد يكون فيها اي شيء. وهون بتجي القصة، منروح على insert، وبقلب الانسرت حتلاحظوا في عنا شيء هون اسمه زوم. زوم allows you to present your content creatively in a non-linear way. Create an interactive table of content with summary zoom or jump to specific slides and section with slide zoom and section zoom. section zoom جايين لبعدين، هيدي خلوها للاخر. هلا شو عم تحكي هيدي القصه؟ عم بتقلكم انه فيكم تعملوا table of content بتجنن، وفيكم تروحوا على من table of content in a very interactive way. خلينا نشوف ما عليها. بنكبس على زوم وبنقول له slide zoom، وهون بدنا نختار مين هن السلايد زوم اللي بدنا نروح عليهم. فانا حختار السلايد اللي انا عملت لهم دوبليكت وقول له انسرت، وهون بيصيروا عندي هيدول الثلاثه سلايدز. هحطهم انا بطريقه حد بعضهم ولارجيكم البيسك فانكشن تاع الزوم. حنعمل برزنتيشن او بتكبسوا طبعا F5. لاحظوا انا عملت البرزنتيشن هلا هون، اذا بكبس على هاي بروح عليها بزوم، اذا برجع بروح على الثانيه وعلى الثالثه، بس هيك طلعت لبرا. زوم بيعطيكم اوبشن كتير حلو انه فيكم كمان بنفس الوقت انتو هيدول سلايدات فيك تروح على زوم وبتقله return to zoom، بيجي على هيدي التانية وبقله كمان return to zoom. لاحظوا انا اللي بالنص ما حطيت لها return to zoom، بس لسبب انه بدي ارجيكم الفكرة كيف تمشي. سو نجي نفتحها، لاحظ هلأ لما بيجي على هاي بطلع برجع لمحل ما كنت return to the same screen، بينما اذا بيجي على هاي حتاخذني على الثانية وبعدين من الثانية برجع على return to zoom. زوم عطاني interactivity، اذا انا عامل انه والله ثلاثة مطالع بدي رحلهم بسلايد I can go to them very easily. بس اذا انا بدي اعمل شغلة ثانية واللي هي مثلا انه والله بعد هيدي سلايد بدي اعمل انا نيو سلايد، وهيدي سلايد بدها تكون لنقول مور اباوت سلايد بيفور. اوكي طبعا هون بدي اعمل شغلي انه بدي شيل الريتيرن تو زوم لحتى اقدر امشي على السلايد اللي بعدها. سو وبالتالي اذا انا بالسلايد واقف عليها، اذا بكبس F5 ببلش من الاول،
اما اذا انا بدي بلش من السلايد اللي انا واقف عليها ببوس شيفت اف 5 والشيفت اف 5 بتوديني دغري على سلايد برزنتيشن ببوس على زوم. اذا ببوس مور اباوت سلايد بيفور لاحظوا ما بقى في زوم انتراكتيفيتي، راحت الزوم انيميشن. ليش؟ لانه هاي كسرت لي الزوم انيميشن اللي انا عاملها. لحتى احتفظ بالزوم انيميشن لازم ما اكون عم بستعمل زوم سلايد، لازم اكون عم بستعمل زوم سكشن. والزوم سكشن شغلة كتير مهمة، حاجيكم اياها من بعد ما اخلص ونرجع نرتب شوي البرزنتيشن بطريقة كتير مرتبة ونخلي الاوبريشن مثل ما انتم شفتوها بالاول. كيف شفتوها انتم بالاول؟ انا حاعمل شغلة اني حاخدكم على هيدول الاوبجكتس، هول الاوبجكتس انا عندي هون حاستعملهم بالسلايد اللي انا عم بنعملها نحن وياكم سوا واللي هي هاي، وحاجي حطهم هون برجعهم لورا. وهلا صار فيني انا غير هيدي السكشن واعملها بطريقه شوي مختلفه لحتى اعطي رونق للبرزنتيشن واعطي قيمه فاليو اعلى بهالطريقه انه انا لما عم بعمل زوم. هلا ما حندوزن الامور كتير بس حنعملها بطريقه شوي صغيره لحتى نرجيكم كيف ممكن هالبرزنتيشن تختلف اختلاف نوعي بهالطريقه. سو اذا بجي بكبس على هاي لاحظتوا كيف الانتر اكشن عم بتكون. اذا برجع بكبس بروح على الثاني وعلى الثالثه وبرجع بجي لهون. شغله كتير حلوه كتير عمليه. لنرجع نشرح شوي على السكشنز. ليش عم بشرح على السكشنز؟ لانه ما في حدا حيكون قادر يشرح كل البوينتس تاعيته بسلايد وحده، فاكيد بده يكون في عنده مور انفو. سو اذا بدنا نحكي سكشن 1 وهون هيدا انا فيني سميه سكشن 1 حسميه سكشن 1 وهون حسميه سكشن 2 وهون حسميه سكشن 3 بس لتوضيح الفكرة وجماليتها. نجي نعمل نيو سلايد وهيدي هون مور اباوت بيفور وكمان حاعمل مثلها وحده تانية تحت هون كمان مور اباوت بيفور. لاحظتوا هلا انه صار عندي السكشنز، ولكن هل يا ترى اذا بمشي فيها حتمشي مثل ما انا بدي اياها بالسكشنز ولا ما حتمشي؟ هات لنشوف. نكبس شيفت اف 5 نكبس على هاي نكبس بعدين لاحظ بريك ما مشيت. ليش؟ لانه بكل بساطه انا استخدمت بكل هول السكشنز اللي هون شغله اسمها زوم سلايد. انا لازم شيلهم واستخدم شغله تانية اسمها صارت مضويه عندي اسمها سكشن زوم. سو بيجي على سكشن زوم ولو دي سكشن 2 سكشن 3 سكشن 4 او اللي هن مثل ما مسميين هون، بس هن بالنسبه لي سكشن 1 سكشن 2 سكشن 3 انسرت وبرجع هلا برتبهم مثل ما انا بدي. لاحظوا انا عم رتبهم بشكل كتير دقيق. هلا فينا نعمل كتير اشياء. في شغله كمان حنوه عليها شوي صغيره، انه انتم فيكم تشيلوا الباك جراوند عن السلايد اذا كنتوا مثلا عم تعملوا تشارتس او شيء هيك، بهيك تجي لهون وبتقول له بزوم زوم باك جراوند. مجرد ما تشيل زوم باك جراوند بيروح الزوم باك جراوند، بس انا بهالبرزنتيشن عم بعملها بحاجه للزوم باك جراوند فحخليها. هلا خلينا نشوف مع شيفت اف 5 شو صار عنا اذا بنكبس على السلايد. لاحظوا كملت على السكشن ورجعت على المين زوم، كمان كملت على السكشن ورجعت على المين زوم، واخر شيء رحت على الاخر سلايد which is seriously very nice.
very powerful way of making an interactive presentation. طريقة كتير قوية لنعمل presentations فيها. شو رأيكم بفكرة زوم؟ وأنا متأكد إن عجبتكم وبدي إياكم تخبروني كيف حتستعملوها البرزنتيشنز وشو حيطلع وشو حيكون الإمبريشنز تاع العالم ما يشوف البرزنتيشن. فما تنسوا تكتبوا لي بالكومنتات تحت وتكتبوا لي إنه هيدي الشغلة كانت كتير حلوة وكتير عملية وعن جد عملت نقلة نوعية بطريقة إعطائكم البرزنتيشنز especially إذا استخدمتوها بالأوتلاينز أو بأشياء مثل الأوتلاينز. بتمنى منكم سبسكرايب، شغلوا الجرس يصلكم كل جديد، لايك إذا عجبتكم الحلقة، ديسلايك إذا ما عجبتكم، اثنيناتهم بيمشوا واثنيناتهم بيهموني لأنه الفيدباك بالنهاية هو اللي بخليني أقدم محتوى أفضل. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة اليوم. سلام.